بعد المرات كنبغيو تكون عندنا واحد لا زون في وسط لا باج كنحطوا فيها شي كونتوني اخر. بحال دابا هنايا هاد لا زون هادي انا حاطه فيها بي دي اف، بيان سور مازال ما مزياناش خاصها تكبر شويه حتى البي دي اف ما باينش اكسيتيرا. بحال كي كان قال لي فوتر كاميرا ديك المره شي زون حطوا فيها واحد لي ديال شي فيديو جايه من يوتيوب ولا دونك هادي هي اللي كتسمى لا باليز اي فريم. لا باليز اي فريم الدور ديالها هي تتعزل زون تحط فيها اللي بغيتي شي ميم باج فوست باج كديرها اس ار سي وكدير هنا اللي بغيتي. مثلا الا درت ليها انا غنحط فيها تي بي 0 ما عرفتش واش عندي تي بي 0 و اس تي ام ال نجربو فوالا شفتو ها هو داك هذيك لا باج اش تي ام ال كلها اللي سميتها تي بي 0 و اش تي ام ال تحطات ليا في هذا القنت. وسورتو هاد الافريم كتليق الا بغيتي تحط شي دوكيمون بي دي اف. بحال دابا مثلا انا هنا درت واحد لو دوكيمون بي دي اف بغيت نحطو نانتيغريه في سيت اش تي ام ال دونك نفسها كدير ليا اس ار سي وكتحط لو فيشي ديالك الفيشي نفس الهضره. الا كان عندي في نفس البلاصه راه كنديرو نيشان، الا كان عندي في شي دوسي اخر خصني ندير الشومان ديالو كامل صافي. وي شنو هي لا بوحده هذيك ماشي هي هاد ماشي الافريم هاي دابا هنايا الافريم هي جزء بيان سور غديروا القياس اللي انت محتاج. مثلا انا هنا حطيت لو كور كامل بي دي اف ونقدر نخدم ليها على لي بروبريتي ديالها. درت انا هنايا الويد والهاي اوكا اورا بغيتي تانتيغري واحد لو دوكيمون او لا واحد لا باج او لا واحد لا فيديو ولا داكشي اللي بغيتي في لا باج ديالك اش تي ام ال دونك تستخدم هاد لا فاليز هادي اي فريم. غنعقلوا عليها بسيطه بحال الاي ام جي غير هي سميتها اي فريم حتى هي عندها الاس اس ديالها عادي.